عرشك إلهي سبحانه وتعالى هرنا ووصو هذا اللي عرش هذا المحالي هذا لغة أهان سيد العلماء تلمامان عرشك وحالي هذا وصرير بغر بكفر يستو وأفر الدين لأورق في قهدان سيد النحش كاللوغة دوكالي أي بغر دي هوري سرير دوشة كرسكوية اللو بنت فرستان بسال لوقا دجري كاسال حلي هذا عرش لي هذا وأنا أكتي إن إلهي سبحانه وتعالى سورة النم بدود كمرق الصور كهوان دي عبود يسي إلهي سكديس شدان كعبود يسي وحي ولها عرش عظيم هوان من صور كبقرة ولها عرش عظيم وحي الله هذا عرش آدوين سرير يكرسي كفر يستطول مقاد آدوين أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتون المسلمين يا إيه كينا إيه عرش قيدي نبي الله سليمان إنت هي الإيمان يغوه قانسا مارك عرش واحد لهذا لغاهان يعني أما اللوء قون جري كرسيقاس أما سريرتاس بغر وكفر يستقر لغو قادة لهذا إله سبحانه وتعالى مارك عرش قي سوا كدوان يهوحين وصورة سنكر نماه عرشه سأل الله سبحانه وتعالى من النبي وبتلمامي ومخلوقات إله سبحانه وتعالى كويس أوى ويبكجر الله سبحانه وتعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله نعم يا شيخ يا أبو هي لا إله إلا هو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش الكريم بإله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد ذو العرش المجيد او دال كدما لوغدو واقرا ويا تينو خرنا ويا ذو العرش المجيد او دال كلوس دغو يدنا كرجستا ويا مكلاك معناه وخي كل دوين يهين قرده حفص عن عاصم ان اخرنوه انو ذو العرش المجيد وي وغدنت هي مركا مجيد كاس و خو صفينيا او صفوي الله سبحانه وتعالى ذو الله عرشه وين اسكله وشرفت بنا حد لي يا ذو العرش المجيد والهوس دي قدال كنا عرشك الله سبحانه وتعالى وصفينا يا إلهي وكنا عرشك وين اسكله عرشك سو شرف بنا وحا ولما دخلوا كهلان وحا لو يقان استوى ان صوت المان إلهي سبحانه وتعالى عرشك يسونه كسر ري وكسر مري وحا لي هذا خلق يا مركو سمي كبعري الله وحول لنا ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام إلهي وحكم لسلح بري ثم استوى على العرش إلهي وكسر نقد عشر قس وحقران كنت ماما يا إن يجرى ملائك حمبار سن عرشك الله سبحانه وتعالى عرشه قول كان أركي أنه وحا كسر رأي سمدي سمد وحا كسر رأي كرسي وحا وإذا قيب كمد الليه وحا كحيك ببا كسر رأيسة كبعد عرشك الله سبحانه وتعالى أسر رأي عرشه وفي الدبر هي الجنة الفردوسة وحيالا مخلوقات الله سبحانه وتعالى إساقه وصرية وحاقوا تلمامي إلهي سبحانه وتعالى إني ملائك حبار سيه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية مارك قيامها الله تقوه تضواح حبار سيديد بحبار سن ملائك مسيديد صف با مسيديد ملك با الله إلهي سبحانه وتعالى بيغان وحوليه الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم كو عرش الله سبحانه وتعالى حمبارسن وملائكته إلهي سبحانه وتعالى بي كو حمدنا يم وترى الملائكة حافين وحركس ملائكة الله سبحانه وتعالى كو كهر ريسن من حول العرش عرشي عقاكس أما هرريز مارك النبي عليه الصلاة والسلام يسوون عرش قوت المام وحليه عرش وحليه تير وكتاعيه قوائم بالي هذا والنبي عليه الصلاة والسلام مر وكور ما النبي الله موسى وحليه يعني قيامها مركز يعني السوق الله أفوض هو الصوحان وحليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن الناس يسعقون ذكر دمانته وسوحيان فأكون أول من يفيق أفك أهو ريو سوبر أروان غنيا فإذا أنا بموسى مسأنه موسى بإيم مقضو أركا آخذ بقائمة من قوائم العرش أوحو هايستايو كل قيهي تيرارك عشر ليه
عرشك الله سبحانه وتعالى كثيرك أسبليه هاي كل واحد كهالنا كثيرك إن كهالنا عرشك إن كهالنا رمانته وامد الله سبحانه وتعالى يسوق أوجي هاي وعنتنا مرنا كثيرك أقص في كنا منه كثيرك إن قاعد المقام له صدق هو سكله وقول الله سبحانه وتعالى وعنتنا وياه نبي وحكله كور رمي ملاك تحم بارسن قيب كمدوه وكور من نبي عليه الصلاة والسلام عرشك الملاك تحم بارسن نبي عليه الصلاة والسلام قيب كمدوه وكور رمي ونبي يقول لي هاي أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إلهي بأوحي إذ ما إنان كور رمى ملك كمدة ملائكة الله سبحانه وتعالى وعرشك حبارسا ونبي عليه الصلاة والسلام يقول لي إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه ملك كمدة ملائكة حبارسا عرشك الله سبحانه وتعالى إنتو بحيث لك تأس هل كأس عرجو دلو يقال شحمة أذنه إلى عاتقه ماشاس قرب رقع إنتاس ملقاس وحولي النبي عليه الصلاة والسلام وحول حيث مسيرة 700 عام من الله سعوة ضبق لصم يعني بإنتو ليه سمارتا ملقاس نكتساس يقرب كيساس وحول حيا مئة ضبق لصم الله سعوة يعني وين أنتو كخبر مركبوح وكمي دي خلقك الله سبحانه وتعالى روايات كالوحبة المامة الساعة قربك عرشي وكوهيا لويسون تضبط للبك وصبحا يعني انتو اللي خلقي يا سقح مركو الله سبحانه وتعالى عرشي يسو وكاسوية الله سبحانه وتعالى وكما رمسي شوق التلمامي والعرش وعرشي